السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عبادتين لو أنت عملتهم هيحصل مفاجآت في حياتك. في عبادتين لو أنت عملتهم هيحصل مفاجآت في حياتك. مفاجآت. إيه هما العبادتين دول؟ الاستغفار وأذكار الصباح والمساء. الاستغفار وإيه؟ وأذكار الصباح والمساء. يعني يحصل مفاجآت. هتفاجأ إن في مشاكل بتتحل في حياتك لم تكن تتخيلها. إزاي؟ تشخيصنا لمشاكلنا غلط يا جماعة. هتلاقي الوقت شاب جاي، أنا مش عارف أتجوز، أنا أموري الدنيوية صعبة، أنا مش لاقي وظيفة، أنا نفسيتي تعبانة، أنا حياتي متبهدلة، أنا مش عارف أقوم ليل، أنا مش عارف ألتزم، أنا مش عارف أتوب، أنا حياتي ملخبطة، أنا مش عارف مالي، أنا مش عارف الدنيا مسدودة في وشي ليه. تلت مشاكل حياتك بسبب عقوبات ذنوب، خد بالك. وتلت مشاكل حياتك بسبب اللي الشياطين عاملاه فيك والحسد. الشياطين والحسد والسحر والحاجات دي كلها. وباقي مشاكل حياتك بسبب بقى ايه؟ ابتلاءات. بسبب بقى ايه؟ ان انت نفسيتك بقى ان انت ما انتش بتخطط لحياتك كويس، ما انتش عارف تعمل حياتك كويس. يبقى اذا حوالي تلتين مشاكل حياتك بسبب الشياطين والحسد من ناحية، وبسبب ذنوبك وعقوبات ذنوبك من ناحية. يبقى انا لما استغفر بشيل ايه؟ عقوبات الذنوب. لما بدمن الاستغفار يبقى شلت جزء من مشاكل حياتي التي لم اكن اتخيل انها بسبب الذنوب. طيب لما حافظ على اذكار الصباح والمساء، حفظ من الشياطين، حفظ من الحسد، حفظ من السحر، حفظ كامل باذن الله سبحانه وتعالى، يبقى انا رفعت عن حياتي كمان ايه؟ حاجات اللي بسبب الحسد وانا مش واخد بالي، حاجات اللي بسبب الشياطين. الشياطين مبهدلانا في حياتنا واحنا مش حاسين، مبهدله الناس اللي سايبه الاذكار واذكار الحفظ واحنا مش واخدين بالنا. يبقى انا عايز اقول لك ان عبادتين هيعملوا مفاجات في حياتك. ادمان الاستغفار واذكار الصباح والمساء. ليه؟ لان هم باذن الله تفاجأ بعدهم ان في حاجات بتتغير في حياتك وانت مش عارف اتغيرت ليه. لان كانت الذنوب زائد الشياطين مبهدلك في حياتك وانت ما انتش حاسس. يبقى اذا يا اخواني في الله هيفضل طولت بس في حياتك اللي هو الابتلاءات بقى والمشاكل بتاع الحاجات دي بالدعاء زائد السعي ان شاء الله في حلها تتحل. يبقى اذا في ثلاث حاجات لو دخلوا في حياتك يقلبوا حياتك. حد يعرف لهم لي؟ رقم واحد الاستغفار، ادمان الاستغفار. رقم اتنين اذكار الصباح والمساء. رقم ثلاثة الدعاء. رقم ثلاثة الدعاء. شخصوا المشاكل صح يا جماعة. الراجل جاي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له حياتي متلخبطة، مش عارف اجمع حاجة من امور الدين في حياتي. الدين حاجات كتير والدنيا حاجات كتير، مش عارف اجمع، اعمل ايه يا رسول الله؟ قال له لا يزال لسانك رطبا ايه؟ بذكر الله. قال لا ذكر يا رسول الله، المفروض كنت تدي له قواعد علم الاداره، كنت تدي له كلام التايم مانجمنت بقى وازاي يدير وقتي. النبي عليه الصلاه والسلام دله على الذكر اللي لو داوم عليه هيورث معيه الله، ولو ربنا معاه في الحياه هيعينه على كل حاجه، لانه هيتعامل مع الحياه بحول الله وقوته مش بحوله هو وقوته. يا جماعه عايزين حلول ربانيه للمشاكل اللي احنا عايشين فيها. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين.